فيتو واضح من الاسم انه شخص سهل ولطيف، لكن فيتو هو السبب في اعلان حالة الطوارئ فين؟ في الاكوادور. خوسيه ماسياس 44 سنة والشهير بفيتو، هو زعيم اخطر عصابة اجرامية في الاكوادور، هرب من سجنه المشدد، وحصلت كمان اعمال شغب وعصيان في عدد من السجون. ونتيجة لده اعلن رئيس الاكوادور حالة الطوارئ في السائر انحاء البلاد بما في ذلك السجون، وقال على انستغرام: لقد وقعت للتو مرسوم اعلان حالة الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلحة في عملياتها. احداث الاكوادور استحوذت على جزء من الترند وخدته شوية من غزة، وانتشرت فيديوهات للشغب واطلاق النار والاقتحامات، لكن اكثرهم انتشار هو فيديو اقتحام مسلحين مقنعين لمحطة تلفزيونية تي سي الاكوادورية خلال بس مباشر على الهواء. كل حاجة حصلت، وطلبوا من الموظفين الاستلقاء على الارض وسط اصوات صريخ، بعدها انقطع البث. الشرطة الإكوادورية أعلنت أن وحدتها المتخصصة انتشرت في محطة التلفزيون، وانتشرت كمان على كل المواقع لقطات لضباط مسلحين بيحيطوا بالمبنى. وقال مكتب المدعي العام في الإكوادور بعدها أنه تم اعتقال 13 شخص، وده لاقتحامهم الاستوديو، وهيتم توجيه اتهامات ليهم بارتكاب جرائم إرهابية، لكن الفوضى لسه مستمرة. فبعد فيديو تلفزيون الإكوادور انتشر فيديو تاني لمسلحين بيقتحموا جامعة في مدينة أخرى في الإكوادور.